منذ اليوم الأول لاختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي كانت المملكة واضحة. أكدت على لسان سفيرها في واشنطن أن خاشقجي مواطن سعودي وسلامته من أولويات المملكة، وسمح ولي العهد للسلطات التركية بتفتيش القنصلية السعودية رغم أنها أرض ذات سيادة، مؤكدا أنه ليس لدى الرياض ما تخفيه. ورحب وزير الداخلية السعودي عبد العزيز ابن نايف بالتعاون مع تركيا من خلال لجنة تحقيق مشتركة، وأرسلت السعودية وفدا أمنيا إلى تركيا للتحقيق في ملابسات اختفاء مواطنها. رغم محاولات أعداء المملكة استغلال القضية لاستهداف السعودية ومساومتها والإساءة إليها، إلا أن السعودية استبقت الجميع وأعلنت نتائج التحقيق بكل شفافية. أوقفت مسؤولين وضباطا كبار بتهمة التسبب في مقتل خاشقجي بعد التشاجر معه ومحاولتهم التستر على الجريمة المؤسفة، وعفت مسؤولين من مناصبهم أبرزهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري والمستشار بالديوان سعود القحطاني، وتولى ولي العهد لجنة خاصة لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات العامة. خطوات أكدت أن المملكة دولة قانون، وأعلنت واشنطن دعمها لها. في النهاية يبقى خاشقجي مواطنا سعوديا انتصر له بهدوء. لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أي مكان، لن ينجو، سواء وزير أو أمير أو أي كان، أي أحد توفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب.